هنبدأ بالأوكلوزال سيرفيس. أول حاجة بنعملها في الأوكلوزال سيرفيس هي إن احنا بنحط مارجنال ريدجز على السلوبس على ناحيتين الميد لاين. طيب الميد لاين بتاعنا هنا زي ما انتوا شايفين هو رايح شوية ناحية البكل، فعلشان كده انا برجعه ناحية اللينجوال علشان البروبورشنز اوف ذا كاسبس اوف ذا لور سيكس تتظبط. اكبر كاسب عندي هو الميديو بكل كاسب، فعشان كده لازم اكون حاطة الميد لاين ناحية اللينجوال شوية. بعد كده هكمل الرسمة بتاعت الفي نوتش عندي من الجنب المارجن ريدج واعمل الكروس بتاعي، وبعد كده المارجن ريدج واعمل الكروس بتاعي وبعد كده الكروس دي بناء عليها هي اللي بقطع الفي نوتش. المرة دي الفي نوتش هقطعها ديب مش شالو زي ما كنت بعملها في الابر سيكس. ليه؟ لانه السنة دي ما فيهاش اوبليك ريدج زي الابر سيكس، فعلشان كده انا هقطع الفي نوتش ديب نوت شالو. زي ما انتوا عارفين 45 degrees بالنايف وانزل لحد الميد لاين كده، يبقى احنا فتحنا الفي نوتش deeper than the upper six، يعني هنفتحها زي ما بنفتح الفي نوتش في كل السنين اللي قبل كده عادي مش شالو. دلوقتي بقى نبدأ نقسم الأوكلوزال سيرفيس ونعمل الأوكلوزال ماب. طيب تقسيمة الكاسب بتاعتنا ايه؟ ميزيو بكل أكبر واحد، ميزيو لينجوال وبعد كده ديستو لينجوال قد بعض تقريبا، وبعد كده الديستو بكل والديستل. طيب لو احنا بنقول ان الميزيو لينجوال أكبر من الديستو لينجوال بحاجة بسيطة خالص، فتقريبا هعمل الاتنين اللينجوالز قد بعض فهقسمهم بالنص، يعني هحط ميد لاين في النص بالظبط ما بين التو لينجوال كاسب. نيجي على البكل بقى ازاي نقسمه. هحط جروف بتاع الميزيو بكل كاسب قبل الجروف اللي انا حطاه اللي مفرقه بيه ما بين التو لينجوال كاسبس. طب ازاي والمفروض ان الميزيو بكل ده اكبر من التو لينجوالز وحط اللاين بتاعه قبلهم؟ علشان اللينجوال سيرفيس فيه لينجوال كونفرجنس، فاوريدي التو كاسبس بتوع اللينجوال اصغر من الميزيو بكل، فعلشان كده لما باجي اقسمه بحط اللاين بتاعه قبله بملي. تمام. طيب المساحه اللي باقيه لي في الاخر بقى دي في البكل هقسمها تلتين وتلت، تلتين للديستو بكل اللي هو اللي في النص، والديستال الصغير اللي في الكورنر ده هياخد التلت الاخير. فبقسم بالورب كده اوبليك الجروف اللي بيفرق لي ما بين الديستو بكل والديستال. شايفين الاوكلوزال ماب بتاعتنا شكلها عامل ازاي؟ طيب دلوقتي كده بس نبدأ ان احنا نقدر نفتح الفي نوتشز ما بين الكاسبس. عندي الميديو بكل باين ان هو اكبر واحد، انت ممكن تقول لا ده اللينجوالز اكبر، لا ده بعد ما تعمل كارفينج ليهم هتلاقي ان الميديو بكل باين ان هو اكبر واحد. فتحنا الفي نوتشز بالكارفر تاب وعدينا ما بينهم، وبعد كده هبدأ اعمل كارفينج لكل كاسب زي ما تعلمنا. هحط لكل كاسب ميد لاين وابدأ اطبق الرولز بتاعتي. الكارفر تاب من ناحية الفي نوتش واشيل من بره لجوه وانا عاملة ريستنج للكارفر بليد على الواكس، وهكذا الناحية التانية على المارجن ريدج الكارفر تاب ناحية المارجن ريدج، وابدأ اعمل كارفينج من بره لجوه لحد لما اقع عند الجروف. بعد كده الديستو بكل كاسب هحط له ميد لاين، وهبدا اشيل من الناحيتين بتوعه. الناحيتين بتوعه هيكونوا في نوتشز، يعني انا بوسع اكتر في الفي نوتشز اللي ما بينهم، بعمل كارفينج اكتر للفي نوتشز اللي جنبه. تمام. الديستال الصغير ده بعمل حاجه بسيطه خالص من الناحيتين بتوعه، بشيل يعني مينيمال واكس، بفتح ناحيه في الفي نوتش وناحيه تانية هتكون عند المارجنال ريدج هشيلها وانا بعمل في الديستو لينجوال. طيب الناحيه التانيه اهو هبدا اعمل ايه؟ هبدا اشيل الناحيتين بتوع الميد لاين اوف ذا ميزيو لينجوال كاسب. حطينا الميد لاين، حطينا الكارفر تاب اكوردنج للدايركشنز اللي احنا حافظينها والرولز اللي احنا حاطينها لنفسنا، وبعد كده شلنا الميزيو لينجوال كاسب. اخر كاسب عندنا الديستو لينجوال، هشيل من الناحيتين بتوعه، والناحيه بتاعه المارجنال ريدج اهي بشيلها دلوقتي بحذر علشان بعد كده هرجع انضف السيرفيس بتاعي وابدا اشيل الاكسس واشيل من الناحيه البسيطه خالص اللي عند الديستال كاسب علشان ابين المارجنال ريدج. لو تاخدوا بالكم انا السنه دي ما فتحتش فيها ولا شلت فيها خالص الترينجلر فوسي، علشان انا لو شلت الترينجلر فوسي تو ديب ممكن تبوظ لي شكل السنه خالص وتضيع شكل الفايف كاسب.
فعلشان كده انا ما شلتهاش، هي هتطلع معايا لوحدها وانا بعمل كارفينج. بعد ما عملنا initial carving للكاسبس، دلوقتي بقى هبدأ اعيد تاني على الكاسبس، اعمل كارفينج علشان ابدأ اشيل الاكسس اللي ما بين الكاسبات علشان يبدأ يظهر لي جروفز. طب هل كان في باترن معين للجروف في اللور 6؟ كان في باترن، لو كلكم تفتكروه من الثيوريتيكال كان الزيجزاج جروف. فاكرين شكل الزيجزاج جروف؟ مش هيطلع لك الزجزاج جروف ده الا لو انت مقسم الكاسبات صح زي ما انا قسمتها دلوقتي. الكاسبس لازم تتقسم بنفس البروبورشنز اللي احنا قسمناها مع بعض علشان يقدر يطلع لك الشكل بتاع الزجزاج جروف. كده بدأنا يبدأ يعني يظهر شكل الزجزاج جروف ويظهر شكل الاوكلوزال سيرفيس. نحط بقى بيرفيوم ونبدأ نعمل فينيشنج عليه تاني. شايفين شكل الزجزاج جروف شكله عامل ازاي يا جماعة؟ بعدي عليه اعمل فينيشنج بالكارفر تيب. طبعا كل ما بعدي واشيل اكسس كويس ما بين الكاسبس كل ما يبدأ يترسم لك شكل الزجزاج جروف. طيب ما ننساش ننزل بالجروفز بتاعتنا على اللينجوال وعلى البكال سيرفيس. انا عندي دلوقتي لينجوال كاسب، اللينجوال كاسب ده انا بنزل بيه اعمل له كارفينج على اللينجوال سيرفيس. طبعا بيكون لحد الاوكلوز الوان ثيرد، يعني ما حدش ينزل بالجروف ده على طول الكاسب على طول الكراون، لا انا بنزل بيه لحد الاوكلوز الوان ثيرد. وهكذا هنزل بالتو جروفز البكال، كان واحد ميزيو بكال وواحد ديستو بكال. الميديو باكل جروف بنزل بيه برضو لحد الاوكلوز الوان ثيرد وببدأ اشيل كده من الناحيتين بتوعه، وبعمل كده زي ايه، زي ما اكون بفتحه، بعمل اكسنتويشن اللاين اللي انا رسمته ده، ان انا بعمل له كارفينج بسيط ان انا بشيل من الناحيتين بتوعه عشان يبان ان ده is a depression not just a line مرسوم على الواكس. طبعا كل ما بنعمل خطوة تاني بتلاقي ان بقى عندك ديبري، فلازم ان انا اضيع الديبري دي بالبرفيوم. البرفيوم بيسيح كويس قوي الديبري اللي موجودة. طبعا الشراب بنعمل بيه راونديشن على اللاين انجلز وعلى السيرفيسز اللي عندي كلها اللي برا ما عدا الاوكلوزل. انا بحب ان انا بس ايه بمشي انفض كده الواكس اللي موجود، لكن مش بعمل راونديشن. يعني انا مش بعمل راونديشن على الاوكلوزل سيرفيس ولا بعمل فورس على الاوكلوزل سيرفيس خالص بالشراب، لا انا بمسح بس الواكس اللي لازق عليه. نبدأ نعدي تاني على الكاسبس، نشيل الاكسس اللي طلع عندي ما بين الكاسبس. هتلاقوا الزجزاج جروف ابتدى يبان قوي في الـ في الـ في الـ في الخطوه دي. وبكده نكون خلصنا الاوكلوزال سيرفيس كارفينج. كل اللي هيبقى بقالنا دلوقتي ايه هو السيرفايكال لاين. السيرفايكال لاين زي ما احنا عارفين ان احنا بنرجع تاني طول السيرفايكال لاين اللي هو كان 8، ونحط الميجرمنت بتاعته من تاني، ونعدي على السيرفيسز كلها نرسم خط ستريت، ومنه نبدا نحط عليه الكيرفتشرز بتاعه السيرفايكال لاين. طبعا الكيرفز بتاعه السيرفايكال لاين ما بتبانش قوي في البوستيريور تيس لان الويدث بتاع السنه بيبقى كبير وبالكي، فمش بتعرف ترسم كيرف واضح قوي زي ما كنا بنعمله في الانتيريورز. فهنا وانا بشيل من تحت اللاين ببدا ابين ان في كيرفتشر بسيطه كده وانا بعمل اكسنتويشن للسيرفايكال لاين. طبعا سمايلي فيس في البكل واللينجوال، وفي الميزل والديستال سات فيس. في الميزل بيبقى الكيرفتشر تقريبا 1 مليمتر، لكن في الديستال بتكون 0. فينيشنج كويس عند السيرفايكال لاين عشان يبدا يظهر لي الشكل بتاعه.
بيرفيوم بقى عشان نمسح الدبري، ممكن جدا بايدك كده لما تعدي هتلاقي الدبري بتطلع في ايدك، وطبعا الشراب نعدي عليه تاني علشان يشيل لنا الاكساس واكس والدبري. وبكده نكون خلصنا الكارفينج اوف ذا لوور 6. اتمنى ان انا اكون ساعدتكم باي شكل من الاشكال انكم تعرفوا تعملوا له كارفينج. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناه واشوفكم في الفيديوز الجايه. Thank you.